أكثر مما يقولون. يعطي وما يسقسيش على وسمو الدين. ولذلك لما صام عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة وبعد يوم طويل حار، كان النبي إذا كفنه من الأعلام غطى الرأس وبقي الساق. حتى ثم الدش، وإذا وضعه في الناحية السفلى غطاه إلى الصدر وبقي الصدر والرأس. فاختار النبي أن يكفنه بالثوب من رأسه إلى ساقيه، وقام بتغطية الساقين. فلما ابتلينا بالسراء لم نصبر، من لبنان الله المناصب والسياسة والدين. أما السابقون بالخيرات يكلون عند الطمع ويكثرون عند الفزع، حينما تطلبهم الأمة لكي يضحوا بأغلى ما يجدون من أجل عزة الأمة وكرامته، تجدونهم على رؤوس الناس كالشامات. وحينما يتعلق الأمر بالمناصب والغنائم تراهم يتوارون ويختفون. نحن ضيوف على هذه الدار، نحن غرباء، نحن لا نخلد، نحن نمر ولا نعمل. احنا ولاد هذه الدنيا، باش ولاد الدنيا، لأننا رحنا فيها، كنديروا معها، هي مصنعنا، مش نزرعوا فيها الخير. علاش؟ باش نحفظوا فيه الآخرة، نلقى ربي. فمن يعمل ومن يعمل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ثم يتفوت الناس، وثم يخلصوا. شو اللي يخلص؟ السابق من الخيالات، ويخلص المغتصب ويتخلصوا منه. الله يخلص، واحد يخلص وواحد يخلص. ثم الدريقل، ثم الكوفي دريقل، ثم نزيدو في هاد النقطة ولا نزيدو واش هادو المنصب؟ قولوا لي واش حنا نربيو هاد الناس؟ التعليم يربي هاد الناس؟ أنا كنت مقرر قطتي أنظر إلى التلفزة تي 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 تو تو قطتي تي تو تي. I drank whiskey with my girlfriend. أشرب الويسكي مع صديقتي. وشحال من دفعوك في اللغة، وشحال دفعوك من مصيبة وضبط وفكرة الإسلام اللي تكون في راسك. أنا نشرب الويسكي والخمر عندنا ملعوني في عشرة، ومع من؟ مع زوجتي خدوش. ألا مع صديقتك لين يطلع فيها زميلتي الزمالة. هذه زميلتي هاي. وفين كنتو يا في الوال؟ اش كنتو تديرو؟ كنا نبريباريو. اش كاين واحد؟ هاكا. والعلاج يربي لنا هاد الناس. شوفوا المسلسلات، تربية الانسان اللي يعيش الاخرة فتحضر الآخرة في قلبه ويعيش لها، ويقول هذا الشيء دقيقة مرهق. كل واحد يقول فيه شغل آخر، ومع أقوام آخرين، ومهتم بأمور أخرى. وغدا تلقى عند رب العالمين. هل الدنيا كاينة ولا ما كايناش؟ ولي وهذه إذا كاينة في القمر نطلعونها. ما كايناش. روح للجامعة، روح لأي مكان. قال الأمة أيقول الأمة أيقتل الأمة أيخلق الأمة أيخل بالأمة أيخدم بالأمة؟ قال لا. فدخل إلى الكتاب حفظ القرآن في أقل من عام، ثم صار يصوم الدهر ويقوم. ما يخشنا اللي كان ندبر على الكاتشيلون، ندير الزواج الأبيض ولا الزواج الأبيض؟ الزواج الكحل، الزواج الأحمر، الزواج الأخضر، الزواج الأزرق. كل شيء هذا الشيء من هنا يبيع دينه باش يدي رومي عند 70 عام قبل ذاك البيناز، وهو عنده 16 عام يدش متين. أحد والديك وهي أمك طاعية في السن، والجنة تحت أقدامي وتهلا فمك، الجنة تحت أقدامي وقالوا يا أمكم هذه ماشي ما أدري الأرض ولطع على بقر، أي ولطع هذه ولطع على بقر هذا هذا الجيل هذا اللي يبغى يوصل بقر على
على الشبالي مازال تقتل امك وتقتل ولادك وتبقى هي يقوم به لوحده. واش كاينه ولا ما كايناش؟ ايوا راه كاينه سيدي، راه النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. واللي يعيش على راسه يدير الاجر ديال راسه. من بعد اش؟ ها الراس واش باقي؟ القلب اللي دفعك الراس عندك الفكره والله قصد من ورائي تمثلها في الواقع مقصدا دنيويا نرضى الله عليك كله ذلك. حبيبي يا حبيبي اللي خلاص يا حبيبي يا حبيبي القلب ديالك هالعمل الاجتماعي ماذا تريد به؟ عبد الله يا اللي راك تزكي هذا الزكاة واش بغيت به؟ بغيت باش يقولوا الناس يا عبد الله دار واحد الدرس وقدام تلقيا ما يصيروا بجهنم. في حديث ابي هريره الحديث المعروف ان ثلاثا ينصرون الدين باعظم وسائل ما ينصر به الدين، شكون ينصر الدين باش؟ بالعلم باللسان زين وبالمال وبالنفس ياك قاتلوا المشركين باش جاهدوا باش باموالكم والسنتكم وانفسكم شاهد هل ثلاثه يوقفوا بين يدي الله فيقف من نصر الاسلام بنفسه حتى قتل في ساحه الوغى ينصر الدين، يقول الله له وقد عرفه بنعمه الجرأة والشجاعه التي لم يمنحها لكثير من خلقه، ماذا فعلت بجرأتك وشجاعتك؟ قال ربي مطر قاتلت فيك مدبر مقبلا غير مدبر حتى قتلت فيك. قتلك صح ولا ما قتلك؟ قاتل. تختلف ولا؟ تختلف. وزاد البس وقال كذبت عليك لعنتي. واش صحيح ولا ماشي صحيح؟ قاتل ولا ما قاتلش؟ قاتل. وفين كذب؟ واش كذب فاش؟ فاش كذب؟ قالوا انما كنت تقاتل فعلا لكن لم تقاتل لوجهي، كنت تقاتل ليقال فيك اي ليقول الناس فيك فلان جريء، فلان شجاع، وقد قيل لو كان قاتلت ليا لو كان صدق الشيء عندي وخلص بك، انت ما قاتلتش ليا، انت ما خدمتش عندي، انت كنت خدام باش تكون عندك منزله عند الناس. وقد قيل أي ما كنت تريده قد حققته فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. ربي 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 سلم سلم ما استطعت بهذه النعمة؟ قال ربي ما وجدت سبيلا من سبل الخير ينفق لك فيه إلا أنفقت لك فيه. قال له كذبت عليك لعنتي إنما كنت تنفق ليقال فلان سخي فلان كريم وقد قيل فيسحب على وجهه إلى نار جهنم فيقذف فيها فيهوي فيها سبعين خريفا. ويؤتى شكون؟ العالم وقارئ القران. يقول الله يسلكنا. امين. اقول الله يسلكنا. اقسم بالله يا ابني تفوت على هذا الحديث تقول ما نحل فمي كاع. فيؤتى بالعالم وقارئ القران فيوقف بين يدي الجليل جل في علاه. فيعرفه نعمة القرآن التي حشى بها صدره والعلم الذي حشى بها عقله فيعرفها فيقول ماذا صنعت بهما؟ قال قرأت القرآن في وأقرأته للناس ودعوت في سبيلك فقال عليك لعنتي إنما كنت تفعل ذلك ليقال فلان قارئ فلان عالم وقد قيل فيسحب على وجهي إلى نار جهنم. وعلق النبي مذيلا على كلامه بهذه الحكمة فقال أولئك النفر الثلاثة هم أول من تسحر بهم نار جهنم. أول الحكمة الأولى بغيت تخدم الأمة خدمها بالصدق ما تغشهاش من غش فليس منا تختارها باسم الدين تغرها باسم الدين تخونها باسم الدين تكفرها تمتعها باسم الدين تمزق صفوفها أينما حللت وارتحلت وجدت المتدينين يمزقون الصفوف يمتعون يكفرون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا العلم فانسلخ منها فأتبعه الشيطان بها ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل الكلب
إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون لا إله إلا الله ربي ولا أشرك به أحد وتظل قائما قد يجي وحد هذا انت على الناس يثبتوك استمر على الطاعة من رب سبحانه عز وجل يحزه المرء لكن هذا ما سويس غريب كان يتصدق كان يدير الخير كان يعمل العمل الاجتماعي كان فحبسه الله بالمرض ولم تعد الملائكة تستقبله هشة بشة في وجهه عند أبواب المساجد فتتقده فترصعد إلى الباري تعالى فتقول إن عبدك افتقدناه في المسجد فلعلك حبسته بالمرض وأنت أعلم به قال الله ضربة المسجد كامل العمل هنا كامل يعني الأجل اللي قلت الدين النصحيح تبقى الدين ولكن مر زيادة زيادة أما إذا كنت أعطيها الكاسة بش خير وجدت مرض كنت ميت مرض رجعت حييتها لأن ملي كنت ماشي مرض ما تخدمش كنت مشلول ميت من المرض عاد ربي بدا يسجل لك شويه حسنات الى كنت صابر ودير يا ربي يا غول يا العفريت انت تركع يا العفريت يا الغول يا كحل الراس تنظرون يعني في الله في الرخاء يعرفك في الشده نذكر الرخاء صحيح لا اخدم اخويا اخدم اغتنم خمسه قبل خمس اغتنم شبابك قبل حرمك اغتنم صحتك قبل سقمك اغتنم حياه الناس هل يسمع من بي واسمع من بي؟ هل يسمع من بي؟ يقول لك يسمع من بي؟ وحضر في الحديث يحشر أقوام وجوههم نور على أرائك من نور يغبطهم النبيون والشهداء ليسوا بأنبياء ولا شهداء فجثى أعرابي على قدميه فقد حلهم لنا صفهم لنا قال أقوام تقهى على أيديهم حوائج الناس حديث من مشى مع مسلم في قضاء حاجته كان خير له من أن يعتكف في مسجد هذا عاما كاملا السيد غادي يمشي حج الحجة الرابعة والحجة الرابعة ما فينا وجاره يدير العملية قالوا له ما دي دور موت لك الله يثبت لك على الشهادة شي واحدين عندهم واحد الثقافة مسخة يحكيو قال لك واحد عنده الحمار ولفت عليه الزرع مشى يطحن أبويا أنا كنت نعرف نشتي الحياة أي شيء نطحنطحن مشى وين أخيول أنا أخيول الحمار مشى كان الشتاء صغير الحمار طاح ما عندوش اللي يردي معاه فات واحد يقول البيسكليت قالوا الله يرحمه اللي كان خويا روح رفد معايا الحمار مع لو عصيمه ايوا وقفك على البيسكليت جاب قال له حسنا نقي خير مسخه سبحان الله سبحان الله وزاد هذه ثقافه صحيحه واسمه هذا واسمه لا لا هذا واسمه هذا يدي الحسنات حقك سبحان الله يكون عربي منه وتقول لان علاش؟ لان الفريضه نتاع الوقت تعاون خوك لان اسلمت اخاك فمن استطاع ان يعين اخاه فخذله خذله الله يوم القيامه على رؤوس الذين خلفوا شاركوا مع سيدنا في غزوه بدر ولما جاءت غزوه تبوك فتخلفوا عنه قاطعهم رسول الله 50 يوم وكانوا قال كاد عرشهم ان يهب وفرق بينهم وبين أزواجهم ولو لم يكونوا صادقين في إبداء أعذارهم بين يدي رسول الله ما كان الله لينزل توبتهم من فوق 7 سماوات هل كان عندي وشاء قال لا
فريضه كانت تقتضي الوقت.